بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة نكمل في شرح المواقع الرائعة والمجانية في نفس الوقت، فيها جميع المجالات المطلوبة حاليا. نبدأ على بركة الله بالموقع الأول، وهو Digital Defined. هذا الموقع فيه الكثير من مجالات التصميم، وفيه مجالات فيها الماركتينج، الداتا ساينس، الديزاين، التصميم، الصحة، فيه الكثير المات اند ساينس، العلوم والرياضيات، فيه اللغات حتى الطبخ، فيه الكثير من المجالات. هذا الموقع إذا أردت فيه الكثير من الدورات. موقع رائع جدا، في حوالي 74 اكثر من 74 الف دوره. انظر الى عدد المتمدرسين او الذين يتابعون هذا الموقع، حوالي 1,225,617 الذين يتابعون هذا الموقع بشكل يومي. على سبيل المثال، كما نذهب إلى هنا، free courses، الدورات المجانية، أكثر من 54 دورة أونلاين. هنا certification course، تستطيع حتى تأخذ شهادة، كما يقول شهادة. free Udemy courses، Udemy هذا الموقع الرائع اللي فيه الكثير من الدورات، يعطيك دورات مجانية هنا. أليسون كورسس كذلك، في كثير والكثير من الدورات. على سبيل المثال نذهب إلى أول كاتيجوريز، معنا كل المجالات الموجودة في هذا الموقع. على سبيل المثال نختار مثلا الصحة، نذهب إلى الصحة، يعطينا عدة تخصصات: public health، فيه حتى الأوتونومي تاع الإنسان، الأعضاء وما شابه ذلك، السيكولوجي مثلا. على سبيل المثال نأخذ هذا ندخل إلى هنا، نجد الكثير من الوقت. فقط أضغط هنا لتلاحظ تدرس دورات بالمجان. اضغط فقط هنا، أقرأ العنوان واضغط ماذا تريد لتحصل على دورة كاملة وبالمجان إن شاء الله، ولتستفيد أكثر وأكثر. تذهب كذلك مثلا إلى مواضيع، مثلا نذهب إلى الطبخ بالنسبة للنساء، يتابعون الكثير من الطبخ، يعطيك الكثير من، تضغط هنا فقط تجد الكثير من الأطباق وكل شيء تجده هنا بالتدقيق، وتلاحظ الكثير من الدورات. نمر الآن إلى الموقع الثاني، وهذا الموقع هو داونلود. هذا الموقع يقدم لك خدمة. رائعة جدا، وهي تحميل الصور الرائعة والمدفوعة بشكل مجاني. على سبيل المثال تلاحظ هنا فيه عدة مواقع، كثير من المواقع. هذا الموقع ماذا يفعل؟ الموقع هذا يعطيك الصور اللي تجدها في بعض المواقع غير مجانية. على سبيل المثال نأخذ هذا الموقع، أنا Shutterstock، نفتح هذا الموقع Shutterstock، هذا الموقع، ونلاحظ أن لو نختار، أنا اخترت في قبل بداية تحضير هذا الفيديو، اخترت على سبيل المثال flowers، الورود مثلا، اخترت هذه الصورة. على سبيل المثال نضع مثلا شيء آخر، لا أدري، مثلا نختار مثلا نشر، ننتظر قليلا حتى يحمل معنا. مثلا
ننظر إلى هذه الصور الجيدة والرائعة جدا وذو جودة عالية. مثلا على سبيل المثال نأخذ هذه الصورة، نضغط على هذه الصورة، نجد أن صورة رائعة ولكن يعطيك حالة تحميل المجاني، لكن الصورة فيها العلامة المائية الووتر مارك. نلاحظ أن اسم هذا الموقع موجود في وسط الصورة، وعند تحميل الصورة تجد هذه الكلمة أو هذا الووتر مارك، هذه تسمى بالووتر مارك، العلامة المائية، حتى الموقع يحفظ الصور الخاصة به لأنه الموقع غير مجاني، والموقع يبيع الصور الجميلة جدا، يشتري الصور الجميلة ويبيعها كذلك. حتى الموقع الذي نتكلم عنه داونلود هذا، ماذا نفعل؟ ندخل إلى هنا داونلود، إلى هذا الموقع، نفس الموقع لكن عن طريق هذا الموقع، نضغط هنا، ننتظر قليلا، بعد ذلك ماذا نفعل؟ نضع رابط هذه الصور هنا، هذه الصور نأخذ الرابط تاعها بهذا الشكل، نعمل له كوبي، نرجع إلى هنا ونضع هذا الرابط هنا، نقول له بيست، نقول له أعطيني الصورة، ننتظر قليلا يعطيني الصورة. نلاحظ الآن الصورة لا يوجد فيها هذه العلامة المائية، نضغط على هذه الصورة يعطيني الصورة الرائعة والجميلة جدا وبدون أي مشاكل أو أي علامة مائية. نضغط باليمين لتحميل الصورة المجانية التي تريدها. كذلك تستطيع تحميل هذه الأشياء والكثير بالكثير من الصور، اختر ما شئت من الصور الجميلة والرائعة واستعملها فيما شئت. على سبيل المثال نختار صورة أخرى كهذه الصورة، مثلا نأخذ هذه الصورة الجميلة. دائما نلاحظ أن العلامة المائية لهذا الموقع موجودة جدا. نأخذ كذلك مرة ثانية، نأخذ ونذهب إلى هنا، نرجع دقيقة، نضع الرابط الخاص بنا لهذه الصورة، وبعدها يعطينا الصورة بدون مشاكل وبدون علامة مائية. ننتقل الآن إلى الموقع الآخر وهو هذا الموقع ميكسكيت. هذا الموقع رائع جدا، كذلك يعطينا الكثير من الفيديوهات التي المجانية ولا توجد فيها المجانية، يمكنك استخدامها في فيديوهاتك واستخدامها في مشاريع المونتاج الخاصة بك إلى غير ذلك. فبعد هذا الموقع الموقع هذا نختار مثلا، نكتب أنا أي مجال أو أي فيديوهات مثلا طبيعية أو ما شابه ذلك الخاصة بالأطفال، بالرياضة، ما شئت، اذهب إلى هنا كذلك. مثلا الصور للسماء، الصور البحر، الماء، الفلاور، تجد هنا الكثير والكثير من مثلا السانسيت، شروق الشمس، نضغط عليها حتى يعطينا بعض الفيديوهات المجانية لنستعملها. يقول لي 741 فيديو هنا، تلاحظ أن شروق الشمس، فيديوهات لشروق الشمس الكثيرة، اختار ما شئت من هذه. مثلا نختار فيديو هذا، نلاحظ أن الفيديو هذا فيه حوالي
16 ثانية فيديو رائع رائع جدا. دقيقة حتى يحمل الفيديو كاملا. واحد، هذا الفيديو ما عليك إلا أن تضغط هنا داون فور فري فيديو، تضغط هنا لتحميل الفيديو، استعمل فيديو ما شئت، استعمل عدة فيديوهات مجانية بالمجان. اذهب الى مثلا فيه الكثير من الكثير، فيه البيزنس لايف ستايل كما تشاء، فيه قائمة طويلة جدا، فيه البيزنس، فيه الانيمالز، فيه كما تشاء. مثلا الانيمالز نختار مثلا، نختار مثلا القطط مثلا او الفيش، السمك مثلا على سبيل المثال، وايلد لايف الحياة البرية على سبيل المثال. نضغط هنا على الحياة البرية على سبيل المثال، يعطيني 803 فيديوهات جميلة جدا ورائعة وبالمجان وذو جودة عالية، جودة عالية جدا على سبيل المثال الحياة البرية. لنلاحظ الكثير من الفيديوهات، مثلا نضغط على هذا الفيديو مثلا على سبيل المثال، هذا الفيديو، وبعدها يحمل معنا الفيديو. لاحظ فيديو رائع وذو جودة عالية جدا جدا. ما عليك إلا أن تضغط هنا في هذا الموقع، في هذا المكان، لتحمل الفيديو الذي تريده يا أخي الكريم. الآن نذهب إلى الموقع الموالي وهو الموقع الرابع. هذا الموقع الرابع موقع رائع جدا، موقع يعطيك إمكانية تعديل على الصور دون الحاجة إلى تحميل برامج لتحديد الصور على سبيل المثال الفوتوشوب وما شابه ذلك. هذا موقع رائع جدا، يعطيك كيف يعطيك الإمكانية لتعديل على أي صورة تريدها. تختار من هنا اللغة المراد استعمالها، لا توجد اللغة العربية وهذا الشيء الذي أعيبه، توجد اللغات تقريبا كل اللغات ما عدا اللغة العربية. لا عليك، المهم اختار اللغة التي تريدها، ثم تذهب هنا إلى هنا تغيير أو تعديل على الصور، تضغط هنا يعطيك هذه الواجهة، تختار على سبيل المثال صورة كهذه مثلا، يعطيك هنا التعديل كما تشاء. مثلا نضغط هنا لنصغر أو نكبر، هنا نعمل على تصغير الصورة على سبيل المثال أو تكبيرها. خذ مثلا هنا إذا أردت الكتابة مثلا على سبيل المثال، الكتابة على الصورة على سبيل المثال، التكست أد، نضغط هنا وتكتب ما شئت. مثلا نختار اللغة العربية، أختار اللغة العربية ونكتب هنا مثلا، لا أدري ماذا أكتب، أكتب مثلا صورة مثلا، صورة جميلة. ولاحظ هنا التعديل على الصور، تريد إذا أردت تكتبها أو تكبر الصورة أو تصغر الصورة كما شئت يا أخي الكريم، كما شئت. حمل الصورة تضعها هنا أو لا، هذا هو الموقع. اختار المكان المناسب، اختار مثلا الألوان، تختار هنا الألوان اللي تذهب إلى، يعطيك الألوان، يعطيك كل شيء، اختار ما شئت. على كل حال أنا أشرح لك الموقع وأنت تغيير مثلا هنا، تغير مثلا، تغير على الكتابة، نوعية الكتابة لا مثلا على سبيل المثال، تغير من هنا الكتابة بالأحمر أو بالأسود. أوكي، المهم
أنا أعطيك الموقع وأنت تصفح الموقع ولك الوقت الكامل. أنا لا أستطيع شرح كل شيء حتى لأن الفيديو لا يكون طويل، حتى لا يكون الفيديو طويل. مثلا تريد نشرح بعض الأمور، مثلا هنا نذهب إلى كلمة فايل أو في شيء باللغة الفرنسية، تريد صورة جديدة، تريد فتح صورة من الحاسوب الخاص بك، أو تريد فتح صورة من أي موقع، فقط تضغط هنا وتأتي بالرابط كما فعلنا في الموقع الرابع. تذهب إلى هنا، هنا يكتب لك باللغة الفرنسية بانك ديماج، معناها باللغة العربية مجموعة من الصور، يقصد بها مجموعة من الصور أنت واضحة في مكان ما إلى آخره. وعندما تريد حفظ هذه الصورة فقط تذهب إلى هنا، إلى هنا سوفغاردي أو سيف باللغة الفرنسية، اضغط هنا وهنا تختار نوعية الصورة، إذا كان جي بي جي أو بي إن جي أو هذه الإكستنشن أو هذه الإكستنشن. هي عادة الصور الجي بي جي أو البي إن جي المطلوبة كثيرا، وبعد الاختيار هذا الاختيار تعمل هنا أن تيليشارجي باللغة الفرنسية أو داونلود باللغة الإنجليزية أو تحميل باللغة العربية. أوكي، هذا الموقع رائع جدا ويعطيك ويسمح لك بالتعديل كما شئت، تحذف، تعمل كوبي، المهم تصفح إندو على سبيل المثال، كما يقال تغيير من هنا أو التغيير من هنا من هنا من هنا. أوكي، التغيير على قيم كيف يقال، تغيير على حجم الكتابة من هنا من هنا ومن هنا، حجم الصورة عفوا، هذا التغيير الموضوع حجم الكتابة، هذا هو حجم الكتابة تستطيع التعديل عليه. المهم فيها الكثير والكثير من الأمور، حاول أن تتصفح هذا الموقع وتعمل عليه حتى تجد فيه كل ما تريد. الآن نذهب إلى الموقع الموالي وهو الموقع الخامس والأخير. على فكرة هذا الموقع اسمه Alternative 2، موقع رائع جدا، خصوصا أنا أستعمله بشكل يومي، نستطيع أن نقول بشكل يومي لأتحصل على بعض المواقع وبعض التطبيقات المشابهة لبعض المواقع الكبيرة المعروفة جدا. نفتح قوس فيما يخص هذه المواقع. لا تخف صديقي على العناوين، أنا أضع الروابط المباشرة، لا أختصر أي رابط، تجد كل هذه المواقع في صندوق الوصف، فقط أضغط على الموقع ويأخذك مباشرة إلى ما تريد. نشرح هذا الموقع الأخير وهو Alternative 2. هذا الموقع يعطيك إمكانية الحصول على المواقع الشبيهة للموقع الذي تبحث عنه، أو كذلك التطبيقات المراد تحميلها أو تثبيتها على هاتفك أو على الكمبيوتر الخاص بك. فعلى سبيل المثال نأخذ مثلا مثال هنا، نأخذ مثلا باللغة الفرنسية موقع معروف، هذا الموقع نتفليكس مثلا، نتفليكس أعطانا نتفليكس، يعطيك عندما تعمل له فايند يعطيك المواقع المشابهة، هذا الموقع معروف للموقع بالأفلام وليسيري كما نقول احنا المسلسلات، يعطيك المواقع المشابهة لهذا الموقع، هذا موقع كذلك مشابه، هذا موقع كذلك، في الكثير من المواقع.
برايم فيديو يعطيك هذا الموقع هذا الموقع الكثير والكثير والكثير. هنا ماذا تريد؟ كل ما تريده من مواقع، مثلا تعرف أنت موقع جيد أو تعمل عليه وتريد أن تعرف المواقع الشبيهة له موجودة، تأتي إلى هذا الموقع وتبحث عنه، لا تسأل أي أحد، أسأل هذا الموقع. على سبيل المثال نأخذ مثلا المثال الآخر حتى يستفيد الجميع ويعرف أن الجميع أن هذا الموقع مهم جدا لمن يتصفح الانترنت بشكل يومي. نأخذ مثلا، نعرف أن بعض المواقع كما علي إكسبرس أو علي بابا أو أمازون، هذه مواقع اللي تستطيع فيها البيع والشراء عالنت. نأخذ مثلا أمازون ليعطينا كل الإيباي، ليعطينا كل، نأخذ مثلا أمازون أعطانا أمازون، هنا نضغط على أمازون يعطينا كل المواقع التي تعمل نفس الشيء. هنا أمازون يعطيك ما فيه وما شاء الله، يعطيك هنا، ننزل إلى هنا، ماذا يعطيني؟ يعطيني هذا الموقع، يعطيني إيباي، يعطيني هنا أوبن بازار، يعطينا علي إكسبرس، كل هذه المواقع تعمل نفس الشيء. يعطينا هذا الموقع ها ستوك لوت، هنا إيستي، هذا كل المواقع، انظر كم يوجد من مواقع، كل المواقع هذه المواقع الكثيرة، كل هذه المواقع تعمل نفس الشيء. أنت كذلك ابحث هنا، كل ما يوجد لديك موقع معروف أو موقع مشهور، ضع فقط هذاك الموضع هنا، اكتبه هنا واعمل له فايند، بحث، أقصد بحث، يعطيك كل المواقع الشبيهة لهذا الموقع. إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قبل أن أكمل الفيديو أود أن أشكركم جزيل الشكر على الدعم المتواصل. لا تنسونا فقط من اللايك، إذا عجبك الفيديو من اللايك أو الشير إلى الزملاء حتى يستفيد الجميع من هذه المواقع. ونحن هنا نعمل على كسر الاحتكار لكل المواقع. أنا أبحث دائما عن المواقع اللي يستفيد منها الكبير والصغير. إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.